المعهقات. هو النشيد الوطني الجزائري بصوت البراءة المفعم بالروح الوطنية. مستقبل الحراك السلمي الشعبي في الجزائر، ماذا جسد منه وأي تطلعات تلوح في الأفق؟ شوفوا يا العزيز، هذه الجمعة 19 ونكملوا في السلمية تاعنا حتى يتحققوا كامل المطالب تاعنا هكذا، ورانا حابين البلاد هذه نسقموها، احنا ولادها، احنا نسقموها، العصابة هذه كاع تخرج. الحراك الشعبي مازال، ومام السلطة ما حابش تسمع للحراك الشعبي، لأن الحراك الشعبي راه المطالب واضحة كوضوح الشمس، مطلب هو يتنحاو كاع، ولكن لحد الآن مازال ما تنحاوش كاع. يعني من الباب المفروض به البلاد تسقم والجزائر تسقم، يتنحاو كاع ويتحاسبوا كاع. الجمعة 19 تذكر فيها الشعب رمزا من رموز الجزائر، الرئيس الراحل محمد بوضيف. اختلفت المطالب والآراء، لكن اجتمعت تحت راية واحدة وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا.